السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي، أهلا بيكم. أهلا بيكم النهاردة إن شاء الله في قصتنا الجديدة. قصتنا النهاردة بعنوان يوم يفر المرء من أخيه. يوم يفر المرء من أخيه. يلا نبتدي الحلقة. قبل ما نبدأ ياريت اللي ما شاركش في القناة يشترك، زائد تفعيل زر الجرس، زائد اللايك. بسم الله نبدأ حلقتنا. بسم الله. كنت قاعد في عيادتي فاتح اللابتوب بتاعي بشوف ايه هي اخر المستجدات عن فيروس كورونا. الحالات عمالة تزيد بشكل مهول، الدنيا مقلوبة في كل حتة في العالم. كنت دايما احذر الناس اللي عرفها ان الفيروس مش سهل وانه هيقضي علينا، ان مستوى التلوث عندنا عالي جدا. وانا قاعد بقلب في الموبايل ناديت على التمرجية اللي برا وقلت لها ابدأ يلا قفل يا ندى، كده كده محدش هيجي. هزت دماغها بالإيجاب وراحت تقفل. كملت أنا تقليب، لفت نظري فيديو كان واحد ناشره على الفيسبوك عن حالة والده. الفيديو كان عبارة عن واحد نايم على سرير المرض، كان شكله صعب قوي، وشه كان أحمر جدا كأن الهوى مش بيدخله، وبعدين بدأ يكح دم. كان الشاب بيتكلم وبينصح الناس اللي بيستهتروا بالفيروس، وإن الشخص اللي نايم على السرير ده وهو والده إنه ما كانش هامه الفيروس لحد ما الفيروس جاله وتمكن منه. قطع كلام الشخص صوت حشرجة طلعت من أبوه، بعدين أبوه بدأ يبرق لحاجة كده مش موجودة إحنا مش شايفينها، والولد نطق وقال مالك يابا في إيه؟ بدأ أبوه يجيب رقبته ناحية اليمين كأن أبوه شايف حاجة بتطير يمين وشمال وهو بس اللي شايفها، حد ما ابنه نطق تاني وقال له مالك يا بابا شايف ايه؟ رد أبوه وقال وهو بيبتسم الحمد لله أنا شايف قدامي وشه منور زي البدر. يا ده مكاني. بدأ أبوه يدمع وهو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، الحمد لله إني إلى ربي لعائد وإلى جنتي لذاهب. خلي بالك يا محمود من نفسك وأمك وأختك، أمانة في رقبتك، وما تزعلوش أنا هكون في مكان أحسن. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بعد كده الأب مات، الولد كان عمال يعيط. الفيديو ده انتشر تقريبا في كل المنصات، وده بسبب كمية الراحة اللي الراجل كان بيتكلم بيها وانه مش خايف. وزي ما بنسمع عن سكرات الموت، خدي الفلوس اللي وقت انشغالي سمعت صوت حد انا هموت لو ما بيزعق بره، كان عمال يقول خدي الفلوس اللي انت عايزاها بس دخليني ليه،
انا هموت لو ما اتكلمت. قمت من على الكرسي وانا سامع نادى التمرجية بتقول له: يا فندم تعال له بكرة، احنا خلاص قفلنا العيادة والدكتور مشي. فتحت الباب لقيت واحد لابس بدلة وشكله كده يدل انه من الطبقة الغنية، وعينه عمالة تروح يمين وشمال وعمال يترعش ويتنفض. دخلت عليه وانا بقول لندى اعملي له كوباية ليمون. اتفضل ادخل الأوضة. قال لي هو متعصب: انا مش عايز ليمون، انا عايز احكي لحد، انا مش مجنون. دخلته جوه عندي وخليت ندى تعمل له الليمون. من الوهلة الاولى عرفت انه مر بصدمة عصبية شديدة، والصدمة دي مش مخلياه متزن نفسيا. قعد ونادى جابت الليمون شربه كله على دفعة واحدة. قلت له: اهدى كده وصلى على النبي، اعتبر انك مش جاي لدكتور نفسي، انت جاي لصاحبه اللي عاوز تتكلم معاه وانا سمع. قال لي بعد ما بدأ يهدى ويكون متزن: يا دكتور انا سمعهم في كل حتة، بيطلعولي في كل مكان بروحه، ومراتي سابت البيت حتى قبل ما اجي لحضرتك كنت سمعهم عمالين يقولولي ليه سبتنا، احنا كنا عايزين نشوفهم قبل ما نموت. قطعته وقلت له وانا بحاول اهديه: اهدى كده بس الاول عرفني بنفسك. رد وقال لي: انا كمال، دكتور في مستشفى خاص وعندي 40 سنة، مراتي زي ما قلت لك سابت البيت عشان بتقولي اتجننت، وعيالك بدأوا يخافوا منك، روح لدكتور نفسي يشوف مالك، واول ما تكون كويس انا هرجع. رديت عليه وقلت له وانا بهز راسي بالاجابه: تمام قوي كده، احكي لي بقى واحده واحده، يعني الموضوع بدا معاك ازاي، او مين اللي انت بتشوفهم دول؟ اتنهد قال لي: الموضوع ابتدى لما المستشفى قررت تجدد مبنى قديم كان عندها عشان تعمله زي عزل للمصابين بالفيروس، فيروس كورونا. كنت انا واحد من طاقم الدكاترة المسؤول عن متابعة حالة المرضى دول. كان بيجينا ناس من كل الأعمار، وفي يوم دخلت حالة جديدة المستشفى وكانت اسمها الحاجة صفية. الحاجة صفية كان عندها 64 سنة، وكان فيه اشتباه ان عندها فيروس كورونا. المهم عملنا لها التحاليل اللازمة وطلع ان تحاليلها إيجابية، يعني طلعت حاملة للفيروس. دخلناها الحجر الصحي وبدأنا نهديها أنا وزمايلي، لأن إحنا عارفين حالة المريض لما بيجي بتبقى سيئة وبيبقى فاقد الأمل، وإنه عارف إن الفيروس يقدر يموته، بس إحنا بدورنا بنحاول نديله الأمل. عدى أول يوم والست كانت منهارة من العياط، حد ما أنا دخلت واتكلمت معاها. كنت لابس الكمامة والجوانت وقلت لها: مالك يا حاجة، ان شاء الله كل حاجة هتمشي زي الفل وهتخف، وان شاء الله المرض هيزول مني. قالت لي من وسط دموعها: يا ابني انا مش عايز اعيش، انا بحمد ربنا انه بعتلي الفيروس ده عشان اموت واخلص من ولادي وقابل وجه كريم. قلت لها وانا مستغرب: ازاي يا حاجة صفية، دول برضو ولادك وحيهمهم صحتي. ردت عليا وقالت لي: لو كان يا ابني يهمهم صحتي ما كانوش ودوني دار مسنين بعد ما مات ابوه. انا ما نطقتش بعد الكلمه، وكاني اتدلق عليا جرد المايه ساقعه، او كان في صعقه ضربتني. كملت وقالت لي: انا كبرتهم وابوهم عمل المستحيل عشانه، وبعت دهبي وحته الارض اللي حلت عشان اجوزه، بعد ما كانوا في تالت يوم في العزا بتاع ابوه قعدوا يتخانقوا على الورث، ولما زعقت وقلت لهم الراجل يبقى ميت في تربته 3 ايام والمفروض تشوفوا الناس اللي جايه تعزيكوا يتخانقوا على الورث، رد عليا يا ابني الكبير وهو بيشخط وقال لي: ما هو مات خلاص الله يرحمه، واحنا لا هنعمل 40 ولا غيره، هما 3 ايام عزا وشكرا، بعد كده اشوف نصيبي بقى من الورث اللي عايز ياكله علي ابنك الصغير. وانت يلا عشان كنت حبيب ابوك، يعني ابوك كان مقربك منه، تكوش على كل حاجة لوحدك، انا الكبير يلا يعني المفروض تحترمني.
رد عليه يا ابن اخوه الصغير وقال له كبير. كبير مين يا ابو كبير؟ كبير على نفسك يا بابا، وانت ناسي نفسك كنت بتعمل ايه ولا ايه؟ انت كنت موريه النجوم في عز الظهر، وكنت مصدر تعب وقرف ليه. هو انت فكرك يعني هيسيب لك الورث بتاعه اللي تقف فيه عشان تروح تصرفه وتضيعه على الخمارات يا سكري؟ والاتنين يا ابني مسكوا في بعض، وكنت عمال اصوت واسوي حد ما الناس اتجمعت وفرقتهم عن بعض. الصغير خدني ووداني عنده عشان مرضيش يخليني اعيش لوحدي بعد موت ابوه، وهناك بدأت يا ابني مشاكل كتير بيني وبين مراته. البت كانت بتعمل فيها دور المظلومة والبريء، واني عمال اجي عليها حد ما فضلت تزن على دماغ الواد عشان يوديني دار مسنين. وانت عارف يا دكتور الزن على الودان امر من السحر، رماني الواد في الدار، وكان كل فترة بيجي يعدي عليا يطمن، لكنه بقاله 5 شهور ما عداش. فانا بتمنى من ربنا انه يعجل بامري. الصدمة خلتني مش عارف ارد اقول ايه، طبطبت على كتفها وسبتها. عدى ايام والحاجة صوفية بتتعالج، وبسم الله ما شاء الله بدأت تستجيب للعلاج، يعني اقدر اقول انها كده قربت تخف. كنت كل يوم اخش اطمن عليها، وبدأت اعرفها على اسراري، لاني بصراحة ارتحت لها لدرجة اني عملتها كأنها امي. حد ما الست تحاليلها طلعت سلبية وخفت الحمد لله من الفيروس. يوم كنت برا المستشفى رجعت لقيت الممرضين بيقولولي يا دكتور يا دكتور، ولاد الحاجة صفية كانوا لسه ماشيين من عندها من حوالي ربع ساعة. قلت الحمد لله شكلهم رجعوا لعقلهم وهيصالحوا امهم. رحت لها وانا متوقع بقى هلاقي ابتسامتها على وشها، لكني لقيتها بتعيط. دخلت عليها وانا بجري، هدتها قست لها الضغط لقيته عالي جدا، طلبت لها ليمون شربته. قلت لها مالك يا حاجه صفيه، انا سمعت ان ولادك جم يزوروكي، ايه اللي حصل؟ ردت عليا وقالت لي وهي بتعيط يا ريتهم ما عملوا كده، يا ريتني ما شفتهم. قلت لها ليه؟ ايه اللي حصل؟ ده انا افتكرتهم عقلوا خلاص وجايين يصلحوكي. قالت لي يصلحوني؟ يصلحوا مين؟ يصلحوا مين بس يا دكتور؟ انا لقيت الممرضة جاية وبتقولي يا حاجة صفية فيه ناس عايزة تقابل، وهي بتقولي لقيت ولادي دخل وراه. بيني وبينك يا ابني انا قلبي وجعني، دول مهما كانوا ومهما عملوا الاول والاخر دول ولادي، وكانوا وحشني قوي. جم وقعد وبدأوا يطمنوا علي وعلى أحوالي، وأنا الدمعة خلاص كانت هتفر من عيني. كنت عايز أقول لهم تعالوا في حضني، ده انتوا وحشتوني قوي، حد ما لقيت الصغير قال لي يا ماما الفيلا اللي عندك اللي هي ورثك من بابا كنت عايزك تعملي لي توكيل عام عشان عندي واحد صاحبي ناوي يشتريها وكده. رديت عليه وقلت له هو انتوا جايين عشان عايزين مني مصلحة وبعد كده ترموني ومحدش هيسأل فيه؟ واحد مراته ماشياها على مزاجها، والتاني الخمرة والحريم لحسوا دماغه. اللي محدش منكم يعرفه انا بعت الفيلا من بدري اصلا. الصدمة يا ابني بانت على وشوشهم، اتنهدت وقلت لهم انتوا جايين طمعانين في ورثي، خلصتوا من ورث ابوك اللي مات وجايين بقى على ورث. لا انا بعت الفيلا والفلوس اخدها المحامي وزي ما قلت له وزعها على كل الجمعيات الخيرية اللي موجودة في مصر. لقيت الكبير رد عليا وقال لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، روح يا شيخة ربنا ينتقم منك، انت ام انت تروحي تبيعي الفيلا وتضيعي فلوسها بالمنظر ده، بدل ما توزعي الفلوس علينا روحي توديها الناس الغلابة. قلت له وانا بزعق اوزع عليكو والله لو اخر حاجة هعملها قبل ما اموت والله ما اعملها، تحاسبن على امك بعد كل اللي عملته عشانك واستحملت نجاستك وقرفك، انا برضو اللي تحاسبن عليا روح قلبي وربي غضبانين عليكو يا ولاد بطني.
الممرضة يا ابني جت بعد ما حست ان ولادي هيتعبوني اكتر، وقالت ان الزيارة انتهت وانهم لازم يمشوا عشان اخد راحتي. مشي ولادي وهم بيحاسبينوا علي. رحت في الوقت ده هو اخدت تليفون واتصلت على المحامي وقلت له بيع الفيلا يا مختار، خد نسبتك اللي اتفقنا عليها ووزع الباقي على الجمعيات، على الجمعيات الخيرية. قطعتها وقلت لها ثانية بس، هو انت ما كنتيش بعت الفيلا؟ هزت راسها بالنفي وقالت لا يا دكتور ما حصلش، انا اخدت قرار ان لو ولادي ربنا هداهم ورجعوا لعقلهم هقسم الفيلا بينهم بالنص. وكلمت المحامي، كان صاحب جوز الله يرحمه وكان بيحب جوز وبيشتغل بما يرضي الله ومش بيمد ايده على فلوس حرام، وكان جوزي بيأتمن على حاجات كتير. عملت له توكيل وعرفت ان لو الولاد رجعوا لعقلهم هنقطع التوكيل ولا كأن فيه اي حاجة، لكن لو الولاد ما رجعوش هنبيع اهي دعوات اليتيم دي يمكن تدخلنا الجنة. ولادي اللي انا تعبت في خلفتهم وبكبرهم بيزعقول وانا لا حول لي ولا قوة، مشي كلهم وانا من ساعتها مش قادر اخد نفسي. اتنهدت شوية وقالت لي وهي بتعيط معلش انا تعب وعايز اريح شوية. سبتها وطلعت برا الأوضة وبعدها روحت على بيتي وانا عمال اضرب كف على كف ومش فاهم ازاي ولادها بالجفاء ده. تاني يوم جيت لقيت المستشفى مقلوبة ولقيت الممرضة جاية تقول لي والدموع في عينيها يلا يا دكتور عشان صلاة الجنازة هتفوت. قلت لها مين مات؟ ردت وقالت لي الحاجة صفية ماتت بسكتة قلبية وهتدفن في مقابر الصدقة. قلت لها وانا مصدوم، الصدقة ازاي تدفن في مقابر الصدقة؟ مش المفروض ولادها هيجوا يستلموا جثتها؟ ردت وقالت لي ولادها رفضوا يستلموا الجثة. انا لحد دلوقتي مصدوم، ست خفت من الفيروس اللي بيموت اكتر من حالة، واضح انها من كتر الزعل من عيالها ماتت. وقيس بقى على ده حالات كتير يا دكتور، يعني واحد كمان ولاده بيتهربوا منه ومش عايزين يستلموا جثته، ويوم ما كلمتهم قالولي بالنص كده مش هو مات خلاص، ارمي الجثة في مقابر الصلاة هنشيله على كتفنا، يمكن العدوى بتاعته تتنقل لنا، اهي كلها مقابر وهي روحه راحت لخليقها. انا ما بقيتش مصدق يا دكتور، واللي زود الطين بلة ان بقيت بحلم بكل الناس دي. حاجة صفية بتجيلي في المنام كل شوية وتقول لي بصوت اجش وهي بيكون شكلها مخيف قوي، بتقول لي ما جبتهمش ليه؟ جيبهم ياخدوا جثتي، انت السبب، انت السبب انك ما جبتهمش، عذابك عند ربنا شديد، جهنم نزارك يا دكتور. بقوا بيطلعوا لي في كل حتة يا دكتور ويتشكلوا في كل شخص عرفه، لدرجة وانا داخل الحمام في مرة عيني جت في المراية لقيت وشي اتبدل ووش الحاجة صفية بقى مكانه، وكانت مبرقة عينيها بيضة تماما، فتحت بقها ونزل دود كتير جدا غرق أرضية الحمام وهجم علي وبقى يطلع على جسمي وانا اتنطط احاول انفضه من علي، حد ما دخلت علي امرأة، واول ما دخلت كل حاجة اختفت وقالت لي انت كنت عمال تصرخ وتقول الحقوني في ايه؟ قلت لها الدود كان بيطلع على جسمي. قالت لي دود ايه؟ ما الحمام قدامك زي الفل اهو، فين الدود ده؟ قلت لها والله العظيم الدود كان مال الأرضية وانتي أول ما دخلتي كل حاجة اختفت. قالت لي بنفس صبر والله كل حاجة اختفت. طيب بص يا كمال، أنا زهقت من تهيؤاتك دي وعيالك بقوا بيخافوا منك، أنا هروح عند أهلي وهاخد العيال معايا، وأول ما تسمع كلامي وتروح لدكتور نفسي هجيلك تاني. وأخدت ولادها وروحت عند أهلها. يا دكتور قولي بالله عليك انا بقى كده في ايه؟
كنت قاعد بسمعه وانا مشفق عليه جدا. حالته كان يرثى له. اتنهيت قلت له: بص يا دكتور، اللي حصل لك ده بسبب انك اتعلقت بالمرضى بتوعك ومواقف ولادهم ضدهم والجفاء اللي كانوا فيه زود تعلقك بيهم لدرجة كبيرة، ولما ماتوا مواقف عيالهم ما اتشالتش من دماغك، وده خلى عندك شعور انك غلطان وانك كان ممكن تقنع اولادهم انهم ياخدوا الجثث بتاعتهم. فالشعور بالندم خلاك يتهيأ لك انهم بيطلعوا لك وانهم بيخوفوك، لكن ان شاء الله خير. انا هكتب لك شوية ادوية تجيبها من عند الصيدلية اللي على اول الشارع، وان شاء الله هتكون بخير. ولو انت حسيت باي حاجة تعالى، انا عيادتي مفتوحة لك في اي وقت. شكرني ونزل وقفلنا العيادة. وعدى يومين لقيت خبر في التلفزيون عن انتحار الدكتور كمان، وقالوا ان كان معاه ورقة مكتوب فيها: لم تكن تهيؤات يا دكتور، انهم يريدونني وها انا ذاهب اليه. انتهت قصتنا، اتمنى تكون عجبتك. قصة طبعا من تأليف إيهاب وليد. جميلة يا إيهاب، ربنا معاك. أتمنى كل واحد يقول رأيه في القصة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. سلام عليكم.